يعني فقرة ترند النهاردة هتكون من خلال توضيح مهم قوي، واحنا عارفين على مدار الاسبوع اللي فات ده تحديدا كان اسبوع ساخن جدا، والكلام كان كتير قوي قوي سواء على الاهلي او بعض اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق. واحنا طلعنا على مدار الاسبوع ده تحديدا كمان اتكلمنا ووضحنا كل الكواليس وكل الحقائق اللي لازم حضراتكم تبقوا عارفينها. لكن في الواقع واللي احنا ملاحظينه في الساعات الأخيرة إن الكل دلوقتي بدأ يستثمر رحيل رمضان صبحي ورحيل مثلا شريف إكرامي والجزئية دي بيستثمروها إعلاميا شوية. فإزاي بيستثمروها؟ يقول لك أنا أخلق بعض الأخبار، أحط أسماء بعض اللاعبين اللي موجودين في النادي الأهلي وأقول إن هم مرتبطين بنفس النادي اللي انتقل ليه رمضان صبحي أو اللي هينتقل ليه رمضان صبحي. وإحنا خلاص بقى اتكلمنا في الملف ده كتير، لكن إحنا يعني غصب عننا بصراحة يا جماعة، وعشان ده دورنا كمان إن إحنا دايما نوضح كل حاجة لجمهور النادي الأهلي، فلازم نرد في بعض الحاجات، لازم نوضح بعض الأمور. فبالتالي الناس اللي مشيوا دول اللي مشيوا من النادي الأهلي سواء رمضان أو شريف أو حتى أحمد فتحي لما تخلص فترته وعقده مع النادي الأهلي، دول يا جماعة عشان الدنيا تبقى واضحة لحضراتكم وأكيد حضراتكم عارفين جزئية زي دي، دول عقودهم انتهت، فيحق ليهم إن هم يمضوا للأهلي أو يمضوا لأي نادي تاني، ده حقه مفيش مشكلة. ومع ألف سلامة ربنا رب يوفقهم ويكرمهم في المكان اللي هم راحوه، وأكيد ليهم تاريخ مع النادي الأهلي وكل الحاجات دي مقدرة تماما مفيش مشكلة، لكن الأهلي ما بيقفش على العيب. لكن النقطة الأهم بالنسبة لي دلوقتي إيه بقى؟ النهاردة مثلا الصبح أو امبارح بالليل طلع قال لك أليو ديانج هو مفاجأة بيراميدز القادمة. طب إزاي؟ بأنهي منطق؟ طب لما كنت مثلا حد مثلا يتكلم على أحمد فتحي أو حد يتكلم على شريف إكرامي أو حد يتكلم على واحد من اللاعبين اللي عقده من تالت مع النادي الأهلي، فهقول لك منطقي. ممكن تقول كده، ممكن تقول اللاعب بيفكر يروح هنا أو هنا اجتهاد، بتحاول توصل للمعلومة، ما عنديش أي مشكلة خالص. لكن بأنهي عقل وبأنهي منطق أنا هقدر أقول مثلا إن أليو ديانج أو حمدي فتحي أو محمد شريف أو غيرهم من اللاعبين مرتبطين بفريق بيراميدز وفي مفاوضات وكلام من ده؟ إزاي واللاعيبة دي عندهم عقود سارية مع النادي الأهلي؟ هيروحوا بقى يخطفوا اللاعيبة بقى من النادي بالمرة يعني؟ إزاي؟ هتقول لي أصل في النادي الأهلي والكلام ده اللي أنا قريته على السوشيال ميديا، وبحكم طبيعة برنامجنا إحنا دايماً بنحاول نتابع اللي بيحصل في السوشيال ميديا. فلقيت الناس بتتكلم على إن الأهلي خفض عقود اللاعيبة الأجانب، تمام، وبالتالي انت لما تخفض عقود اللعيبه الاجانب فممكن يستغلوا الموضوع ده كثغره بالنسبه لهم او كجانب بالنسبه لهم يساعدهم في الانتقال لنادي اخر. والبعض كمان قال لك ان في شروط جزائيه. طيب لا دي حصلت ولا دي موجوده، يعني الاهلي لا خفض عقود اللاعبين بسبب موضوع كورونا، والاهلي يا جماعه اعلم موقفه. واضح ان الناس بتنسى، واضح ان بعض الزملاء الاعلاميين او الصحفيين اللي لهم كل التقدير والاحترام الكامل طبعا طبعا يعني زمايلنا واعزاء وكل حاجه، لكن واضح ان هم بينسوا. فاحنا عايزين نفكر حضراتكم، الاهلي كان مع بدايه ايقاف بطوله الدوري وايقاف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر، كان الكل بيتكهن ان الاهلي خلاص هيخفض عقود اللاعبين عشان يقدر يصرف على الموظفين وكلام من ده. النادي الاهلي هو النادي الوحيد في العالم، يكاد يكون هو النادي الوحيد في العالم اللي لا خفض عقد لاعب اجنبي ولا خفض عقد لاعب محلي. كل اللاعبين في النادي الاهلي حقوقهم كامله طبقا للعقود اللي مضوها مع النادي، بياخدوها اول باول في مواعيدها بالثانيه. لا الاهلي خفض عقد ده كلاعب اجنبي ولا خفض عقد لاعب محلي. وكل اللاعبين اللي موجودين في قائمة النادي الأهلي، وده الشق الثاني، وأنا قلت لحضراتكم المعلومة دي مع بداية الأسبوع الحالي، كل اللاعبين اللي موجودين في قائمة النادي الأهلي ما عندهمش أي شروط جزائية في العقد. فبالتالي لو أي نادي في الدنيا بما فيها مصر، أندية في مصر عايزة تطلب لعيبة من النادي الأهلي، اللي عايز يطلب يبعت للنادي. والنادي بقى يبتدي يناقش. ليه؟ لأن النادي مرتبط بعقود أو اللاعبين مرتبطين بعقود دول مع النادي. فبالتالي انت لما هتيجي تطلب لعيب هتكلمني انا كنادي، اي نادي بقى في مصر، ده الطبيعي يا جماعه. انا مش عارف بس ليه اللغط ده حاصل، وانا حاسس ان ده اللي بيحصل دلوقتي الفتره دي تحديدا قبل مباراه الزمالك، وابتديت اقرا وابتديت احس والمس ان في حمله معموله على النادي الاهلي. الناس مش حاطه النقط على الحروف، اللي عايز يتعاقد مع لعيب في النادي الاهلي يتواصل مع اداره النادي الاهلي، والناس في النادي يشوفوا يقيموا محتاجين اللعيب ده، لا مش هنبيعه، هنتمسك بيه، مش محتاجينه نتفاوض. دي حاجه ترجع للمسؤولين في النادي الاهلي، ترجع للجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم.
لكن في كل الأحوال كلام هدفه خلخلة تركيز اللاعبين قبل مباراة القمة، وكلام في الحقيقة يعني ملوش أي لازمة وملوش أي محل من الأعراب، وهي رسالة لكل من يثير هذه الأخبار أو يحاول ينشرها أو يحاول يأثر بها على النادي الأهلي. أنا بقول له بعد إذنك اتقي الله في أخبارك اللي أنت بتقولها. عندك معلومة أن نادي كذا كلم كذا كلم لعيب، واللعيب مثلا سي يعني مثلا موافق، أوكي، بس مش هيقدر يتحرك غير من خلال النادي الأهلي. ده لو أنا بديك بقى إيه أسوأ الظروف، يعني ده لو الكلام ده أصلا واقعي، لكن الكلام ده مش حقيقي. فالباب يا جماعة موجود، النادي الأهلي إدارته موجودة، المسؤولين في مختلف الإدارات التنفيذية في النادي موجود، تقدر تتواصل معاهم تسألهم على حالة هذا اللاعب وهم يقولوا لك. لكن حتة إن أنا أقول أصل أليو ديانج، أصل محمد شريف مضى في بيراميدز، أصل مش عارف مين راح فين، لا، كان ممكن أصدقك ساعة لما قلت رمضان أو ساعة لما قلت مثلا شريف أو ساعة لما قلت أحمد فتحي، ممكن، رغم إن في حاجات يعني موضوع رمضان ده ما كانش يخطر على البال مثلا، لكن في كل الأحوال يعني في كل الأحوال الراجل يحق له إنه يوقع لأي نادي، كان ممكن أصدق أقول لك ده خبر منطقي، لكن لعيب مرتبط بعقد لا ده خبر غير منطقي. فيا جماعة بعد إذنكم اتقوا الله، ورسالة لجمهور النادي الأهلي يا جماعة ما فيش شرط جزائي في عقود أي لاعب من الموجودين سواء أجانب أو محليين في قائمة النادي الأهلي، وما فيش أي تخفيض حصل للعقود بسبب فيروس كورونا. وبيان النادي الأهلي كان واضح لما طلع، ولو البيان معنا يا ريت نعرضه، لما طلع هذا البيان مع بداية فترة التوقف واللي أعلن فيه النادي الأهلي، وهو النادي الوحيد في العالم تقريبا اللي قال إن الأهلي ما خفضش عقود أي لاعبين والأمور ماشية بشكل طبيعي جدا.